استطاعت المرأة في الآونة الأخيرة أن تحقق نجاحات في مجالات متعددة، بالإضافة طبعا إلى تحقيق ذاتها بوصفها امرأة عاملة وفي الوقت نفسه ربة منزل. تصل المرأة إلى الرضا النفسي عندما ترى إنجازا في توفيقها بين العمل وتربية الأبناء، وذلك لمدى صعوبة هذه المهمة التي تقوم بها. في دراسة نشرت في مجلة علم النفس الأمريكية قالت إن الأم العاملة هي الأكثر سعادة في حياتها الزوجية، وكانت الأسباب هي إحساس المرأة بالإنجاز وفي العمل طبعا، وهذا سيعطيها حالة من الرضا النفسي والسعادة التي تعود بها وتعكسها على المنزل، وكل هذا سينصب في مصلحة أسرتها. في فقرتنا اليوم سنتعرف على كيف يمكنك أن توفقي بين العمل وتربية أبنائك مع المستشارة الإرشادية هيلين الصايغ. صباح الخير لك هيلين. أهلا، صباح الخير إسراء، أنا سعيدة جدا لأحكي بهذا الموضوع المهم. وأنا سعيدة جدا صراحة، أنت عارفة ليش سعيدة. صراحة أول شيء كتير بيكون المرأة سعيدة أولا أنه الجهد مقدر، لأنه الجهد كبير جدا بالنسبة للمرأة العاملة، ويجب فعلا أنه يعني نبعث بتحية كبيرة جدا للأمهات العاملات اللي عم بيسندوا أسرهم، لأنه هلأ الوضع الاقتصادي إحنا بنعرف أنه هو مش كتير جيد، فصارت ضرورة وجود الأم في مكان العمل. خلينا نحكي حتى الإيجابيات التي تنعكس، لأنه كانت الصورة المأخوذة عن هذا الموضوع هي صورة سلبية إلى حد ما، زي كأنه فيها نوع من الإهمال والبعد عن تربية الأبناء. ما هي الصورة الآن؟ هي صورة إيجابية، أكيد إيجابية على المرأة، إيجابية على الأولاد، إيجابية على الزوج، وإيجابية على المجتمع. طول ما المرأة مقدرة بالبيت وبالعمل وبالمجتمع، لأنها عم بتقوم بكل هاي الأدوار مع بعض. من معروف زي ما حكيتي بالضبط إنه الأبحاث بتقول إنه المرأة العاملة هي مرأة سعيدة، لأنها لما تعمل وتشتغل بنفرز عندها هرمونات السعادة، فهذا بشعرها بالإنجاز، بشعرها إنه إلها قيمة، بشعرها إنه عندها استقلالية عقلية، استقلالية مادية. كمان البيئة الداعمة بمجال العمل بتحس إنه عملها تطلع، في ناس تحكي معهم، في ناس بيقدروا جهدها، هذا كله إيجابي، فهي بتشعر بقيمة عالية طول ما في آلية تقدر توفق بين الاثنين. أما بالنسبة للأولاد، فإحنا بنعرف أولاد المرأة الأم العاملة بيطلعوا منظمين أكثر، عندهم شعور بالمسؤولية وتحمل المسؤولية والاستقلالية أعلى، كمان إنتاجهم بالمدرسة، إنتاجهم بالمجتمع أعلى، تحسهم بالوقت، تقديرهم للآخر، عطائهم بيكون أكثر، منظمين أكثر، حتى التقدير، تقدير للنعم، تقدير للأم، تقدير للبيت كتير بيكون أعلى. والزوج كمان بيستفيد، لأنه هو عم بيشوف في حدا واقف معه، عماله يسانده، عم بيدعمه، طول ما هو كمان متعاون بالبيت هذا رح يكون له نتيجة إيجابية كتير. فالمجتمع كله يرتقي لما تكون المرأة عاملة، ولكن في معطيات كتير مهمة عشان المرأة تكون مرأة عاملة سعيدة، لأنه ممكن جدا بأوقات معينة تشعر بالظلم، تشعر بأن هي مستهلكة ومستنفذة، ففي معايير كتير ضروري تكون موجودة عشان هاي الأبحاث تكون حقيقية. نعم أكيد رح نحكي عن كل هاي المعايير، لكن بطبيعة المرأة يمكن هي تختلف شوي عن الرجل، إنه هي إنسانة قادرة على العمل يعني تعدد المهام، لديها هاي الصفة اللي بتختلف، يمكن مش كل الرجال بيقدروا إنهم يفهموها. أكيد أكيد. لكن خلينا نحكي إنه دعم المرأة بهذا الموضوع مجتمعيا كان من الرجل أكثر من المرأة نفسها، أو المرأة الطرف الآخر، إن المرأة تدعم المرأة أكثر. هلأ الحكيتي كتير مهم، خلينا نحكي ليش ربنا خلق الدماغ إنه المرأة عندها الوصلات بين الفلقة الشمال والفلقة اليمين، يعني اليمين والشمال، أكثر من الرجل، ورجل القنوات اللي موجودة بكل فلقة أكثر، فكل واحد متميز بإشي. المرأة بتقدر تقوم بعدة أعمال مع بعض، ولكن الأبحاث دلت إنه كثرة المهام بنفس الوقت مضر، لأنه الواحد بيقدر يركز إشي واحد بنفس الوقت، فلما يصير يركز على عدة أشياء بتمو يعمل شيفتينج للدماغ، وهذا متعب جدا للمرأة. فالمرأة بتقدر تقوم بهذا الإشي، ولكن إذا زاد عن حده هذا الإشي واستهلكت نفسها أكثر من ما لازم، تدخل بالضغط النفسي. المرأة بتقدر تدعم المرأة بشكل كبير، يعني لما أنا أكون امرأة عاملة، النساء اللي حوالي، أصدقائي، عائلتي، والدتي، حماتي، إخواتي، جاراتي، كلهم بيقدروا يدعموني كتير ويساعدوني، لأنه هم
كمان بيقدروا يعملوا المالتي تاسكينج، ولكن الابحاث دلت كثره تعدد المهام المالتي تاسكينج بياثر على الدماغ وبيقلل الجري ماتر اللي بالدماغ، فمش كثير محبب هلا انجاز كل شيء. اه بصير التركيز على الشيء اكثر اقل، لانه احنا عم بنط عقلنا من جهه من شيء لشيء، فالتركيز اقل، فالاداء اقل، والجهد اكبر، فبصير مستنفذ اكثر، بنفرز كثير بالجسم هرمون ماده الكورتيزول اللي هي بتنفرز من الضغط النفسي، فبياثر عليها سلبيا، فاحنا بنحب تعدد المهام ولكن بحذر جدا جدا. طب خلينا نحكي معناته، تحدثنا عن شروط معينه حتى تكون هاي التربيه ناجحه، وهو اهم هدف بالنسبه لنا مع وجود العمل. حلو، في قسمين، القسم الأول لتكون المرأة مرأة عاملة وسعيدة بده يكون دعم كبير من الزوج. أولا تقدير، مش ضروري بس كمان يساعد بالبيت، ولكن مساعدته بالبيت قيمة جدا، بس التقدير، الكلمة الحلوة، الكلمة يعطيك العافية، يبتسم بوجهها، يستقبلها، ما يستقبلها بابتسامة، ما يشعرها أنه كل النساء بتعمل، هاي أمي عملت، هاي أختي بتعمل، لا يشعرها حتى لو أنه برأيه هذا مش كتير مهم، أنه بالتقدير. الشيء الثاني الأولاد يكونوا في تقدير، يكون في تحمل المسؤولية، المشاركة، بيئة داعمة. كيف ممكن ينتقل لهم هذا الإحساس؟ هلا رح أوضحه هذا الجزء الثاني، بس الجزء الأول إنه في معطيات ضروري، ما بينفع إنه أنا امرأة عاملة سعيدة إذا ما حدا بيقدرني لا بالعمل ولا بالبيت ولا أولادي، فهذا الجزء الأول إنه في معطيات ضرورية جدا. الجزء الثاني آلية التوازن، التوازن بين البيئة البيتية وبيئة العمل. الشيء الأول بدي أحكيه وأهم نقطة، وإحنا بمجتمعنا يعني يمكن يكون في مأخذ علي من المشاهدين لو أحكي هاي النقطة، المرأة العاملة دا تبدأ بنفسها، أنا أولاً، مش أنا الأهم، أنا أولاً. لما أكون مرأة أهتم بنفسي بكون أم سعيدة، زوجة سعيدة، عاملة منتجة، بس إذا أنا بتمني أضحي وأضحي وأضحي وأتنازل للكل، بصير مرأة عندي غضب، عندي حزن، عندي قلق، عندي شعور بالظلم، وإذا أنا شعوري مظلومة بصير أتفشش بالكل، بالزوج وبالأولاد. ممكن أوقف عند هاي النقطة تحديداً، لأنه هاي من يعني من الأشياء الأساسية. أولاً فكرة الأم إنها تعمل أو ما تعمل إلها دخل كمان بفكرة إنه أنا إنسانة مضحية، وأنا دور الضحية ودور المعطاءة زي كأنه رح ينقص في حال أنه أنا عملت، وهذا بوقف كثير من الأمهات عن عملهم. ثانياً أنه فكرة الدلالة اللي أنا عم بقدمه لأطفالي ما حدا طالب مني ولا شيء، رح يجي وقت يجوا الأطفال يحكوا للأم إحنا ما طلبنا منك تقدمي كل هاي الأمور، لكن الأم بتحمل مسؤولية للآخرين، يعني لما تكبر بتعرفي يعني صح. إحنا من بالضبط بالضبط بتحمل مسؤولية للآخرين إنه أنا عملت وقدمت وسويت، من يتحمل المسؤولية هنا؟ هذا النوع من التربية، أنت صدقتي باللي حكيتي، هذا النوع من التربية اللي هو بنستعمل الابتزاز العاطفي إنه أو إشعار أولادنا بالذنب، إنه أنا لمين عم بشتغل، أنا كل التعب اللي عم بعمله أنا رتبته أنتوا لخبطتوا، أو عشان خاطري أنا عشان خاطركم بشتغل، أنتوا عشان خاطري أعملوها، هذا غير صحيح، هذا مش منيح، بربوا الأولاد شعرين بالذنب، شعرين انه هم المسؤولين، او بربوا يحملوها هم جميل لانه ما تشتري ما تعمل، يرجعوا هذا الاحساس بالذنب مش لانه نابع منهم. بالضبط، بس احنا ما بنحب هذا الشيء، احنا بنفضل يكون الواحد الطفل يشعر ان امه سعيده بالعمل، ولكن في طرق كثير تخلي هاي الاليه تنجح عشان المراه تحس انه هي بتقدر، مش ضروري التضحيه، انا بقدر اعتني بنفسي، أعتني بأولادي، أعتني بزوجي، أعتني بأهلي، وأكون مبدعة بمجال العمل. هذا إشي أكيد ممكن الواحد يعمله من غير كل هالتضحية، ومن غير نفكر إنه اللي بتنازل هو اللي صح، وفي تنازل في تضحية شوي من الكل، من الأولاد والزوج، ولكن بطريقة معتدلة. فبتبدأ المرأة بنفسها، بتعرفش يعني تبدأ المرأة بنفسها، بصحى على القليل الصبح بكير ساعة قبل كل أهل البيت، على القليل ساعة، بعتني بنفسي، بشرب شاي أو قهوة، أو بلعب رياضة، أو بصلي، أو بعمل التأمل، أو بكتب، أو بقرأ، هذا بيخليني أكون بمنتهى الاتزان والسعادة، عبال ما أصحي الأولاد والأم البيت يكون قايم وقاعد، بكون أنا جهزت لهذا الإشي. وهذا أكثر شيء بتذكروه من الأم على فكرة، إنهم يصحوا بهذا انه الام مثلا مش انه يلا واركضوا بسرعه، هذا ما راح يجيب نتيجه ايجابيه. الشيء الثاني نقطه كثير مهمه الناس ما بتنتبه لها خصوصا النساء، بالفتره انا بالمواصلات
بالباص أو بالمواصلات أو راجعة على البيت، هاي أحسن فترة لأني أنا أكون متزنة ورايقة وهادية. فبتعرفي شو بنعمل؟ كل فكرة سلبية بتيجي عبالي بحطها بأي سيارة ماشية بالشارع، بقيم الفكرة وبتخيل حطيتها بالسيارة اللي قبالي، فبيهدي أعصابي. نفس الوقت عم بفكر بدي أروح على البيت، البيت قايم وقاعدة، الأولاد ما درسوا، هذا كمان بحط الأفكار، بحكي رح أروح أتوقع إنه في يمكن فوضى شوي بالبيت. والمرحلة الثالثة، المرأة بدها تختار نفسها قبل الكل بالليل قبل ما تنام. جرب المرأة العاملة تنام بكير، تنيم الأولاد، بعدين تقعد شوي مع الزوج، يقعدوا مع بعض يتحدثوا، بعدين تقعد نص ساعة لحالها قبل النوم عشان تكون هي رايقة وهادية، تكتب مشاعرها، تكتب مشاعرها وأفكارها، تحمد ربنا على كل النعم اللي كان بهذا النهار، إيش هي أنجزت، إيش هي عملت، كأنه تختم النهار باختيارها لنفسها. فبتبدأ النهار باختيارها لنفسها، بتختمه باختيارها لنفسها، وبالنص بتختار وقت. نعم، بدي أمر عن أشياء بسيطة لأنه ما ضل معنا كثير من الوقت، بس لازم لازم كمان أنا أحكي في كم من نقطة ضرورية. تمام، بدك تحكيهم على السريع أو أحكيهم على السريع. المرأة العاملة اللي تقدر توازن بين البيت والمنزل هي المرأة المنظمة. بده يكون في نظام، إنه مثلا أنا أكون عارفة شو رح أطبخ كل الأسبوع، والمنيو محطوط على الثلاجة ومشاري الأغراض مرة واحدة، في برنامج كامل واضح لكل البيت، الكل مستمر عليه، إنه هذا الوقت بناكل، هذا الوقت بندرس، هذا الوقت التلفزيون، عشان الكل يكون منظم. الشيء الثالث، في برنامج للمهام المختلفة لكل الأولاد، كل ولد بيعرف هذا بده يلم الغسيل، هاي بده تساعد بالجلي، هذا بده يساعد بالطبخ، أي شيء الأولاد يحسوا بالمسؤولية. وأهم نقطة، الوقت القيم اللي بتقضيه المرأة مع الأم مع أولادها. لو بتعطي كل طفل بس 10 دقائق لا 30 دقيقة كوقت ثمين معها، هذا يكفي لأنه المرأة تقضي كواليتي تايم مع أولادها، بين 10 دقائق ل 30 دقيقة لكل طفل. وطبعا قبل ما يناموا هو الوقت الحديث، هو وقت نقرأ مع بعض، نكتب أو نرسم مع بعض، وبعدين يدعوا يصلوا ويناموا. هذا بيخلي الأولاد يطلعوا كتير منظمين، كتير سعداء، وبيشوفوا ماما سعيدة ومستمتعة، وبنفس الوقت بيكون عندها وقت لزوجها لأنه بيكون في نظام واضح بالبيت، فهي بتقدر تقضي وقت كمان ثمين جدا مع زوجها قبل التدريس أو بعد التدريس وقبل ما تنام. طيب، بدي أحكي عن نقطتين رئيسيتين بآخر دقيقة. أول شيء، إلى أي مدى ترتيب الأولويات؟ يعني ما هي أولوياتي في تربيتي مع أولادي ممكن تساعد بهذا الموضوع؟ خاصة إنه في كتير من الناس ممكن إنهم يتشتتوا بسبب إنه أبصر جارتي رح تحكي عني بيتي مش نظيف، أبصر شو حماتي رح تحكي أنا ما قعدت أو ما عملت، قدي هذا التأثير ممكن يكون سلبي؟ بدنا نحكي كمان في حالة عدم وجود زوج، أكيد في كتير من الأمهات بيكونوا عايشين لوحدهم مع أطفالهم، كيف ممكن تشحن نفسها؟ حلو. بهذا الموضوع بالنسبة للأولويات، الأولويات نفسها تعتني بنفسها، الأولوية الثانية الزوج والأولاد بشخصيتهم، مش بس الدراسة، شخصيتهم، كيف أبني السمات الحقيقية بأولادي وأعلمهم مهارات الحياة قبل ما يصيروا 18 عشان أخلق جيل سعيد. يعني الأم تعلم أولادها أخذ القرار، تحمل المسؤولية، المحادثة، مهارات اجتماعية، تنظيم الوقت، المثابرة، الاستقلالية، أهم من كل الدراسة. بعدين الأولوية الثانية بتكون الدراسة لأولادنا عشان يكونوا منتجين وعاملين بالمستقبل، والأكل طبعا، والترتيب والنظافة أهم شيء، والترتيب بعدها. إحنا عايشين دايما عندنا ثقافة العيب، شو رح يحكوا الناس، شو رح يحكوا الجارات، بتقضي وقت كبير بالتنظيف أكثر من بالضبط. فما بدنا نتمنى إحنا ضحية هذا التفكير القديم، إحنا بدنا نطلع من هذا التفكير. أما بالنسبة لعدم وجود الزوج لسبب ما، وفي أزواج كمان ما المرأة غير موجودة لسبب ما، بدها تطلب المرأة مساعدة، الديليجيشن أهم شيء، أطلب مساعدة، مساعدة من أختي، أطلب يعني توفير اللي يساعدوني ويوقفوا معي مهما بيقدروا يقدموا، يساعدوني بالتدريس، يساعدوني بالترتيب، السبورت. ولكن أقول لك إشي، ربنا خلق المرأة قادرة إنها تفتح بيت وتعتني بأولادها وحياتها، ماديا وعقليا وعاطفيا واجتماعيا وروحانيا، وهي مستقلة. بس كل ما كان في دعم وتقدير من البيئة كل ما بيكون أسهل عليها. جميل جدا كان الحديث اليوم. هلينا صايغ، شكرا وجودك معنا اليوم. شكرا لكم. صباح الخير.